الزراعة هي لما منحصل على طعام من زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات الأليفة. الزراعة فينا كمان نسميها فلاحة. الفلاحين موجودين من أكثر من 10,000 سنة، من فترة كان اسمها العصر الحجري الحديث. اليوم كتير من المزارعين بيستعملوا مواد صناعية مش طبيعية، ومبيدات للحشرات ومبيدات للأعشاب ومكملات كيميائية غيرها لحتى تبقى التربة خصبة ومنتجة. بس هيدي المواد إلها أثار سيئة. بالحقيقة لما ننقوم بخطوات لنسيطر على الحشرات والأعشاب المضرة، منكون عم نسبب ضرر كبير للبيئة حوالينا والتنوع البيئي كمان، مثل تلوث الماء تحت الأرض. والنحلات بيخسروا حاسة الشم عندن، وبيختفوا كل الحشرات، وكمان الحشرات اللي هي منيحة للتربة وللطبيعة، وكمان تنجرف التربة وكتير اشياء بعد. حكينا بس عن النباتات والخضرة. مزارعين كمان بيربوا حيوانات كرمال الحليب أو كرمال اللحمة. بالزراعة المكثفة بحطوا عدد كبير من الحيوانات مع بعضها ليزيدوا الإنتاج، بس هيدا الشي بيخلي تنتشر الأمراض أسرع، ولنتخلص منها بنستعمل أدوية ضد الالتهاب. الخبر الحلو إنه الناس أكتر وأكتر عم يختاروا الزراعة المستدامة، كرمال هيك لازم نشجعهم ونشتري من عندهم. خلينا نشوف كيف فينا نأمن أكل لكل العالم من خلال الزراعة المستدامة.